وقتوز خير لوسن سيوغيل ومحترم عزيز سيرجلر تركمان تي في kanalından حبوزا خير لخشملار سسنس برنامه سيزنلا برابر بگندا تابي اولان حاضر اولدق كار كتاب اولان بعضي اولان گنجلر و اوگرانجلر كي تخرج ediblər bugün kulliyet ulum adında çıxıblar bir müzahirə adında öz haqlarını öz mətaliblərini təyinat tərəfindən ehtiyaclarını istəyirlər ki təxarruc ediblər neçə ildir. Qalın bizimlə bunları bir göz atarıq, ondan sonra dolanlıq və görüşmələrimizi alırıq, bizlərdən ayrılmalı. كيمياء فادي شوفوا علوم ان شاء الله اريد طلب طلب بي الاسماء وبي سنه التخرج وبي الكليه وبي التخصص ماشي خلي نرفعه وبعدين اذا ما جت النتيجه انتم احرار في اول مره اشتغل ان شاء الله جيبوا لي شيء مكتوب ان شاء الله هجيب الاسماء حتى حتى خرج من 2014 يعني نريد من عندك انه تحاول ابناء محافظتك احنا تمام ان شاء الله حتى من هذا كتاب وارض اشتغل عندي معلومات انه العدد هالقد عندي معلومات انه هذه تصانيفهم عندي معلومات مثلا اخاطب كل الوزارات المعنيه مثلا اخو وزارات تحتاج الكيمياء اخو وزارات تحتاج الفيزياء البيولوجي سووا لهم فرد عقود يشتغلون بالمؤسسات الصحيه مثلا البيولوجي اكثر شيء الكيمياء اهم جزء منها المؤسسات الصحيه جزء الصناعيه نفطيه فاريد كتاب باشر يجيني باسماء كل واحد قدامه تخصصه كليته تخصصه سنه تخرجه ولا باس رقم الهاتف بس العلوم ها بس العلوم تجيني موحده بس العلوم ان شاء الله ماشي واولا تمنيات لكم بالموفقيه امين اجمعين اثنين هذه كركوك لازم كنا نحافظ عليها لانه اذا تخرب على الكل ماشي هذه مديرتنا احنا ايد وحده للمطالبه بحقوقهم انا ايدي معاكم للمطالبه بحقوقهم احنا رحنا تعرفون على النفط وشفنا الوزير وكذا لحد الان ما جبنا نتيجه لكن علينا ان نطالب شلون انتم واقفين هنا ما تكفي اذا ما يصل طلبكم بشكل رسمي ومكتوب بمعلومات حتى نريد نروح نقول احنا بنعطيكم معلومات كامله ما عندكم مشكله فيها ماشي بس مطبوعه ان شاء الله وبها طلب رئيسي ماشي السيد محافظ كركوك تمام السيد رئيس الوزراء بواسطه محافظ كركوك مخاطبه الوزارات لتشغيلنا ان شاء الله ماشي اشكرك استاذ والف هلا مكان واحد انت ما شغلونا ايه بس خلوا الطريق مفتوح ان شاء الله وهذه مدينتكم احنا ايد وحده للحفاظ عليها اعتقد كلكم شفتوا الخدمات ما استثنينا منطقه عن منطقه واي واحد عايش في مكان يشوف الخدمات Thank you.
اولا الناس يظهروا لاول مره وعندهم مطالب بالتعيين، هم حقهم خريجين، احنا وضع الدوله نعرفه. المظاهرات في كل مدن العراق تقريبا تحمل نفس الطابع. احنا طلبنا منهم ان يسجلون اسمائهم وتخصصاتهم سنه تخرجهم وان يكتبوا طلب الى السيد رئيس الوزراء بواسطتنا حتى نرفع، وحتى الكتاب اللي ارسله رئيس الوزراء اعطيهم نسخه منه. عليهم ايضا يراجعوا كل مصادر القرار في كركوك، يراجعون البرلمانيين، احنا والبرلمانيين حاله واحده، المحافظه والبرلمانيين من كل اطياف كركوك ده نعمل حاله واحده، بدليل ان الاسبوع الماضي رحنا سويه الى وزير النفط وبكل القوميات. فعليهم ان يسلكوا كل الطرق للحصول على حقهم، احنا اداه لتوصيل صوتهم لان احنا ما عندنا صلاحيه التعيين. رغم عدم اقرار موازنه الدوله، يعني مطالب هؤلاء كيف ستصل؟ وفي حال اذا وصلت كيف سيتم المتابعه؟ شوف احنا من نوصل مطلب نتابعه مع الجهه اللي واصل هالمطلب. لذلك هم يعرفون وين واصل حالتهم، افضل من حاله مجهوله فقط واقف بس ما يعرف ايش صار من الشغل. لكن من تسوي لي طلب واني ارفع الطلب لرئيس الوزراء ارفعه للوزارات، هم يعرفون اكو شغل صار، ويعرفون انهم يروحون للبرلمان يقولون اكو كتاب رئيس هذا نسخه منه يا سيد البرلماني، من يريدون يظهر يقول احنا عندنا طلب، قضيتنا معروفه، احنا هذا عددنا، هذا تخصصاتنا، هذا سنه تخرجنا، احنا نريد حقنا بالتوظيف، حقنا بالعمل، حقنا بالعقد، اي حق كان ان شاء الله. احنا دعينا ضمن التدرج الطبي واحنا موافق عليه من قبل البرلمان، بس الاستماره ما منطلقه لحد هسه. سوي له شيء وحده، انتم اللي عندكم تدرج طبي مشمولين بالتدرج الطبي، طلقوا خلوه وحده. الدرجات الوظيفيه يعني تطلق الدرجات الوظيفيه على مود تنطي الاستماره الالكترونيه مجال ينطلق. بالتدرج الوظيفي اكتبي لي هذا النقص، اريد اطلاق الاستماره الوظيفيه حتى اكتب لوزاره الصحه. ماشي، طلبكم التدرج الطبي خلوه وحده. ان شاء الله. الجيولوجي اطلب التعيين. المحافظ بالنسبة لقانون التدرج، يعني احنا طالعين ككل مو بس على مود قانون التدرج، يعني اكو بيناتنا تقريبا صار لهم 5 سنوات 6 سنوات طالعين، فيعني احنا اصلا ما يحتاج حتى نطلع، لان هذول درجات وظيفية لازم نتحول مباشرة. واترك الاخرين، اقصد التدرج بقانون اكو تلكؤ بالتطبيق، صح ولا لا؟ التدرج حتى نخلص من جزء من المشكله، نقول يابا بالتدرج ليش واقف؟ حتى نخلص من ابى التدرج، حتى نقدر نركز على الاخرين، ابى التدرج صوته واصل، انتم التدرج مجرد تاخير صار عندكم. يعني مو هالشكل؟ اطلقوا قانون التدرج وكل شيء، بس هسه راح يطلب منك الوزير انه تنزلهم الدرجات الوظيفيه، فاحنا لازم انت حضرتك يعني تنطي انه فلان دائره هلقد اكو احتياجات وظيفيه بالدرجات الوظيفيه، حتى احنا يعني يصير لنا مجال نتعين، وحتى مو احنا، اكو سنوات قبلنا هم، يعني ما يحتاج نوصل هنا، لازم يعني المحافظه هي نفسها تعرف انه عندي عدد خريجين هلقد، وعدد درجات وظيفيه هلقد، وعدد يعني شاغر هلقد، لازم يعني احنا نتحول مباشره للتعيين، مو نظل هيك بالشارع. نطلع يلا احد يسمع صوتنا، يلا احد يفكر يذكرنا انه يلا خلينا نعينهم، صح لو لا؟ هذه التعيين بالتدرج الطبي ليست مسؤوليه المحافظه، مسؤوليه الوزاره. تسمحي لي بس انا نحكي على التدرج. التدرج به قانون يختلف عن الكيمياء وعن الفيزياء وعن البيولوجي وعن الجيولوجي، صح؟ والحاسبات وغيرها. التدرج الطبي له قانون انه يتعين مركزيا ولا ما يخلص، مو هالشكل؟ اللي مشمول بالتدرج الطبي. انت ما دام هي الوزاره، الشغل مو بالمحافظه، بالوزاره. لا احد جايني اليوم انا شفتكم حتى نبدي نشتغل.
جيبوا لنا شيء مثل ما قلنا للاخوان، جيبوا لنا شيء على التدرج حتى ندفع. ها ان شاء الله. İllerdi. Var benim arkadaşlarım 10 ilde bitirirler, tayin olmayabilirler. Ben 4. ilde bir ilde bitirmişim, tayin olmamışım. Yani bize de ihtiyaçlar vardı. Ben ölüm kimyayım. Sahanın ihtiyacı çok çoktu bize. Hasaten bu vebate de yaşadık. Yani kadir sahi özü inhiyar edipti. İhtiyaçlar çoktu müsteşfa. Bizim bir matlabımız var, bas tayin etsinler bizi. Hapı arkadaşlar çıkıplar olarakta tayin olsunlar. Tadığımız bas odu, baksılar bize tayin etsinler. Hatta tayin etmirseler değiller, muvazene yoktu. Bizimle akıd etsinler, meccani doğum idare gözler için. Ha zaman muvazene kurulanda o zaman bizi tayin etsinler. 6 ay, 1 il, müşkilemiz yoktu. Aynı kalı gözlerinden yardım eder gözlerine meccani. طلبنا واحد نريد تعيين والعلوم كلها، مو كيمياء لو جيولوجي لو لا لا، كلنا سوا نريد تعيين. وبغداد طالعين واحنا طالعين نساندهم ان شاء الله، احنا وياهم. يعني اليوم سياده المحافظه ايضا التقى بنا. اي نعم التقى بنا وانطانا وعود، قال لنا ان شاء الله قدموا اسماءكم ونشوف شنو نقدر نسوي لكم. ان شاء الله يسوي لنا شيء، يعني احنا نتمنى يقدر يسوي لنا فشي وبس. في حال مثلا طلبكم او الاستجابه تاخر شنو ال احنا الا يجي تعيننا يلا انفضاض الاعتصام، وراح يزداد عددنا ان شاء الله. اليوم اول يوم، تدرون اول يوم شويه بس. كليه علوم جامعه كركوك başladık bugün inşallah اعتصامımıza. Çünkü neçe yıl oldu takriben? Yo neçe yıl oldu. Valla başlayanı bu kulüye açılanı. Bizim kimse aramır bizi. Ne vizara, ne bir yere geçsen tayin olabilsen. Yani terbiye cemaati gitti gelende o gün geldi 2800 tane terbiye cemaati. Neçe diyeyim sana, ondan olmadı kulliyet ulumdan. Ege kıtta has olsa, ege bir mukavulat olsa, şirket olsa, hapı cemaaten de sayısındı. Biz okuduğumuz 16 yıldı, her keş 16 yıl okudu, neye yetiştik? Ve biz istedik kanatımızda inşallah sahasımız yetişsin. Vizaret Ta'lim-i Ali gerek bir hal tapsın bizim için. Yan budur, kulliyet ulumu örtüsler. Yani ha zamandan muhafız da aynen haka dedi. Yani bu da örtüsler özün, yani bu da bir hal tapsılar. Aksam-ı Sahiye kanun çıktı, karar çıktı birinci Haydar Abadi vaktinden. Sonra Adil Abdülmehdi vakti ikinci karar çıktı. Cemaatimiz Bağdat'ta aynen kalkıplar muzaharaya. Ve bizim inşallah muzaharamız müstemirdi. Ve muhafız indi selaştık o yüzden dedi inşallah sahsuzda yetiştiririm. Dedi kaymağın getirin bizimsi, sahsuzda yetiştiririm Bağdat'a. Kanan da size kalıp o biz inşallah haber dayık. Bir ay oldu, iki ay oldu, üç ay oldu. Biz o tamamen benziyem 6 yılda oturmuşum. Bir şey kazanmamışım. Haydi hayatım. Ve biz buradan kalmışız burada inşallah. O muzaharamız müstemirdi. İlâ en bir halle yetişeceğiz. العلوم ان كليالردن اري كليالر اري يرته ان مهمش كلياده ان ساس تخمين كلياده مثلا صحه تعينات شخنده تربيه تعينات شخنده كمسه استامر تربيه دي سنه جت صحه ده تعين اول صحه دي سنه جت تربيه تعين اول قانون تدرج طبي دي لربك لاون بس قانون تدرج طبي 8 يلده
هلا برلماني ينجي جربت هلا بكلس قانون تدرج طبينا هلا أوني الضها بكلارخ بس محافظا استرخ بس تعيني تنكر كده شوخ درجات وظيفية وار شواغر وار حدث استحداث وار تقاعد والله وار إن شاء الله بس تخم شو بيجون حق مز المدن دون مارخ طبعا بس يعني حرامات أنا تقيل أخياغن يورلاغن صار أخذت شغل جناشتا درخ بزدا سبحتن قال مشوخ سبح ساعات 8 قال مشوخ جناشتا دور مشوخ سجاختا نادي رقاديو بغداد بغداد مظاهرة شخت بزدا أولا ربا خرق إن شاء الله أولا ردا عمي درخ حبو مظهر كش علمنا حق آلا بز إن شاء الله بس غايامز بدا بير تعين أولاغن تعين دا أولمسا عقود أولاغن مهم بير أخماغمزن نهاياتي قاسة بلاغن نجدية بير فايدامز وار أخماغمزن شهدامزن بير فايداس وار إن شاء الله إن شاء الله حقمز ألمدان دا دون مارخ çok memnunuz da sizden sesimiz ulaştırırsınız her yere. Memnunuz. Biz ha zamanlandı, tahruc etmişiz. Biz ha hükümetten tayin bekliyoruz. Hiç kimse indi kadar bizim sesimizi işitmedi. Biz takriben 7 yıldan fazladır biz tahruc etmişiz. Kimse gelmedi. Sormadı. O zaman tayin takdim açılında bizim aksamlarımız kuliyet-i ulumun bir denetçisi gelsin. Bizim için bir tayin, bir akıd vizari etsin. Eğer muhazır ise, eğer şirkede ise, eğer müsteşvede ise bizi hiçbir şey şümul etmiyor. Ne çeyildi? Takriben biz 2012'den tahruc etmişiz. İndiye kadar bir yerde bizi gelmediler. يعني بس بير شمولياتلر بير عقدتا او بير تعيين دا بس اندي تشخ مشوخ بس بسجاقتا حقوقمز استرغ استرغ بزم بير يرمز اوسن بس دا تعيين اولاغن كليات علوم ها زمانان ها مشتاق عالبتي اندي قدر كمسا بس ياريت مادي بير تعيين جسر مادي بزا بس اندي تشخ مشوخ استرغ حقمز وان شاء الله حقمز الارخ وسزو درماغوز بزمنان ان شاء الله بش نتيجة يتشارخ تشخ ممنون سيزدان ساوالو درچکی کالج زانستی دوای تعیین کن بمگر ما هاتون تدروا شانزا سال آخرین یعنی پیست مش تعیین بین با نرسمی نعقد هیچ تکنیا من پیان سال تخرجم کرد است حالا دوم نالی بچکم جهش دل مالا و هاتون تمگر ما دوای حق خومنه کن یعنی شتکی زیاد من دوای نکرد و هر حق خومنه بالکو انشالله لری کن کتان و محافظش هاتیرا انشالله شتک من با کاتو تعیین بین ندور تعيين يعني احنا هسه قاعدين كليتنا يعني لا شباب لا بنات لا احنا ضمن الكادر يعني مثلا نقول تعليم ولا احنا ضمن الكادر الصحي اللي نعتبر احنا هسه كل الاقسام طالعه يعني كل واحد يعني حتى اذا قسمونا ما نعرف وين حيصير تقسيمنا بس في سبيل انه يعني يعتبرون ان هاي الكليه وجود لانه يعني صار لها كلش هوايه سنين لها وجود لها اسم اصلا يعني بس مجرد احنا بدنا نتعين ومعدلات عاليه يعني انا معدلي 89 وجايه بالعلوم وبالاخير كل شيء ماكو فيعني هذا بحد ذاته هو قهر يعني فعسى ولا عل يعني انه واحد يسمعنا سواء من محافظنا او يوصل مكتب رئيس الوزراء والله هذا ابسط شيء انه الشعب دا يريده يعني مو مطلب هذا اصلا هذا حق يعني مو مطلب اذا عن المطالب هي المطالب اكثر بس هذا حق يعني انه واحد دا يريده ایم امروک و دلتوانی کالجی زانست لکرکوک هستانی به انزمدانی خوبشاندن اگل بردن بینای پرزگای کرکوک بو اوی دوای ما فی خوم هم کن ایم چند ساله که دلتوانی لکالجکو و هیچ فرص عمل یکنی هیچ هلیکی کار نیا
بۆیە مەداواکەین لەسەر وەزیرانی عراق و لە پەرلەمانتارانی شاری کەرکووک کە بتوانن دەنگمان بگێنن بە لایەنی پەیوەندیدارەکان. بەڕاستی ئەوەی جێی داخە چەند ساڵێکە ئەم دەرچوانە ساڵ بە ساڵ دەرچوان زۆرە بێت و و هیچ هەلی کارێک نییە بۆمانە. ئێمە دوو وەزارەتمان هەیە، وەزارەتی پیشەسازی و وەزارەتی کار. ئەمانە پاڵپشتی حکومەتەکەن، بەڵام ئێمە نە وەزارەتی تەختیتمان هەیە، نە وەزارەتی عملمان هەیە. بۆیە ساڵ بە ساڵ کە دەرچوان زیاد دەکا و ئەمان نەتیجەکەیە بێت. كلت علوم خريزارق بتون كارشو ملت وكلانا سستانق بزياده بز يعني سكيزي لو oldu daha fazla da bizim her ihtisasımız hatta ilmimiz yoktu. Kanunumuz bazı ihtisaslarımız o kanun tedarüç sahileri var. Altı varlar mesela biyolojide, kimyada, fizyada tedarüçle meşmuldu. Bas istimarlar intlak olmuyor. Bazılarımız var jeolojide bizim yani ihtisasımızda çok az kalıp çarşı tayin olmuyor. Yani ne için mesela bizim devletimiz devlete seslendik yani bunları bir hal tapsın bizim için bizler bir şekil uqud o bir şey bizim için bu dairelerde bir yer için. Yani biz olmaz bu hebele kalağın her yıllar geçiri. Yani ben bir insanlardan ölüm jeoloji bitirmişim 9 yıldı. Benim tayinim yoktu. Yani her zaman mesela ben tayin olum 32 yaşına yetiştim. Biz ölüm talebesi olarak Kulliyet-i Ulum Cami'at Kerkuk bugün bir ihtisama çıktık, bir müzahara ettik. Festirik hakkımız tayinden çünkü en mazlum kulliye bizim kulliyeydi. Hiçbir nahiyeden tayini yoktu. Aksamlar var. 6-7 kısımık. Hiçbirimizin tayini yoktu. 6 ildi tayinsizik. Hiçbir kimse bize bakmıyor, göz yumuyor, muhafız oğlu, milletvekiliydi. Valla biz bir grup açtık Face'te. Bunu tanzim ettik ara yerimiz arkadaşlar olarak, kemümethil olarak, şahsı mümethil olarak. 3-4 arkadaştan talebeleri yığıştırdık grupta. Başladık ara almaya, rayılarını almaya. Fikir illa bir gün tehdit ettik. Ahad günü bir gün. O da çıkan ihtisama. Aleme bilintirakın biz mazlumu bir külliyayız. Ya bu külliyanı kapatsılar, ya da bizim bir tayin tapsılar. Çok muhterem aziz seyirciler, Türkmen TV kanalını izleyenler, sesiniz programın sonuna geldik. Bugünkü olan özel bir program, olan gençler, olan hırıç gençler, kulliyet ölüm adında bugün bunlar çıkanların haklarını ve seslerini edebildik yetiştirelim ve inşallah mesuller de eşitler ve bu seslere de inşallah dayak olurlar. Kalın bizimle gelen sayıda ve yeni bir programla o zamançı sizlere diyelim sonsuz şükranlarımızı bilintirelim. Kameraman arkasında Sadık Duzlu ve Men Ali Tisinli. Kalın Allah'a emanet.